بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا في الدروس السابقة بدنا نحكي عن فكرة الـ API، تحديدا باستخدام صيغة الجيسون. طبعا في هذا الدرس إن شاء الله رح نأخذ مثال على هذه الفكرة، ولكن المثال اللي نأخذه عبارة عن مثال جاهز على الإنترنت وإحنا بدنا نضيفه على الأبليكيشن اللي إلنا. كثير من الصفحات والمواقع بتقدم خدمات معينة، هذه الخدمات لما احنا بدنا نحصل عليها ونضيفها على صفحة الويب اللي إلنا او نضيفها على الابليكيشن اللي احنا شغالين عليه، طبعا لازم وسيلة اتصال بين الابليكيشن وبين سيرفر هذه الشركة اللي بتقدم هذه الخدمة علشان التحديثات المستمرة، لانه متفقين احنا ما بنستطيع في كل حين نضلنا نعمل ابديت للابليكيشن اللي عندنا، فبالتالي بننشئ الـ API، والـ API بيكون وسيط بيننا وبين السيرفر اللي بيقدم هذه الخدمة، سواء كان هذا السيرفر تحت سيطرتنا أو خدمة بنحصل عليها من شركة معينة. طب شو في مثال على هذه الخدمات؟ أحيانا مثلا أنا بدي على موقع الويب اللي إلي مثلا شريط إخباري، مثل الشريط اللي بيكون في القنوات الإخبارية، ما بستطيع اني انا اضل متبع على المواقع والصفحات واجيب اخبار علشان اضيفها على الشريط الاخباري، فبالتالي بعض المواقع الاخبارية بتقدم هذه الخدمة بس بتعطيك الـ API وبتقول لك ركبه على صفحتك او الابليكيشن اللي الك، وما عليك احنا بنحدث الاخبار بشكل متواصل. احيانا هذه الخدمة بتكون مجانية واحيانا بتكون مدفوعة. مثلا مثال ثاني لحالة الطقس، والله انا مثلا في الابليكيشن اللي إلي او صفحة الويب بدي اسوي زاوية صغيرة اعرض فيها حالة الطقس. احيانا مثلا في مواقع اخبارية بتعطيك API بحيث انه تسوي انت ابليكيشن اخباري وتصير تعرض هذه الاخبار بشكل متواصل. طبعا لو جينا على الجوجل وبحثنا عن فري API بتلاقي كثير موجود APIs، وكثير منها بتكون لطيفة وانت ممكن تضيفها على الابليكيشن اللي لك، او بعضها ممكن تكون لحالها ابليكيشن. يعني مثلا لو جينا على هذه الصفحة ان اي بي اي، هذه مجمعة مجموعة منيحة من الاي بي ايز، اظن انه معظم هذه الاي بي ايز عبارة عن مجاني، اي بي اي مجاني. لو جينا مثلا اخترنا هذا الاي بي اي راح تلاحظ انه مباشرة بينقلك، خلينا نشوف اي بي اي ثاني، على الدوكيومنتيشن. طب ليش بينقلك على الدوكيومنتيشن؟ لانه الاي بي اي ما في شيء اسمه ستاندرد في الاي بي ايز. طب ليه ما فيش شيء اسمه ستاندرد؟ لانه كل شخص لما بيصمم الاي بي اي بيصممه حسب الخدمه اللي بيقدمها، فبالتالي انت مش اتفقنا المره الماضيه انه لما نحصل على معلومات وندخلها على الابلكيشن لازم ندخلها في داخل قوالب معينه، وهذه القوالب بحيث تظهر للمستخدم بطريقه مرتبه، ما تظهر بطريقة عشوائية. يعني مثلا خلينا نروح على هذا المثال عشان نفهم الفكرة. هذا المثال عبارة عن موقع انترنت، هذا الموقع بيعرض اخبار، ومن بين خدماته نيوز اي بي اي اسمه، من بين خدماته انه بيعطي للناس اي بي ايز، وهذا الاي بي ايز بامكانهم يضيفوها على صفحاتهم على الابليكيشن اللي لهم ايش ما كان. طبعا بيلزم انك تعمل تسجيل في هذا الموقع. طب ليش تعمل تسجيل؟ علشان يعطيك مفتاح معين، من خلال هذا المفتاح انت بتضيفه على العنوان اللي برضه بيعطيك اياه. هذا المفتاح عبارة عن سماحية معينة، انه عشان من خلال هذا المفتاح تتعرف انت وياه، ويسمح لك انك تدخل على سيرفراته وتحصل على المعلومات اللي هو بيعطيك اياها. مثلا هنا جاي حاكي لي، طبعا الموقع فيه شغلات حلوة، بيجي مثلا اذا بدك اخبار عالمية، اذا بدك والله اخبار بتخص منطقة معينة، مثلا جينا هنا بدنا بس أخبار مصر، مثلا هنا أخبار مصر، ممكن تختار اللغة العربية أي لغة. لو جيت هنا مثلا على جيت ستارتد بيعطيك برضو خيارات أكثر، وفي النهاية أنت ما عليك إلا تأخذ العنوان اللي بيعطيك إياه، ثم هذه القيم لما تنقلها على صفحتك حسب القوانين اللي حكينا عنها المرة الماضية، طبعا عن طريق الأداة اللي حكينا عنها، مع العلم انه في كثير أدوات غير الأداة اللي حكينا عنها. إذا ناسيين الأداة اسمها جيسون تولز، تمام؟ في غير الجيسون تولز كثير أدوات. الآن أنا ليش جيت على هذا الموقع؟ لأنه هون مثلا هذا
خدمة الأخبار بيجي بيحكي لك إنه لازم يكون عندك 6 صفحات، يعني صفحة البزنس، صفحة مثلا الهيلث الصحة، صفحة السبورت، صفحة التكنولوجيا. فبالتالي في هذه الحالة أنت لازم القالب اللي تبنيه على الأبليكيشن اللي إلك بناء على الحكي اللي هو حكي لك إياه، إنه لازم يكون في 6 صفحات. برضو لاحظوا معي هنا ملاحظة إن شاء الله يصير معنا مجال نطبقه، إنه كل خبر بيكون له قالب معين، طبعا ممكن عدد الأخبار قل أو يزيد، فبالتالي برضو قالب الخبر يعني في الأوثر، في الديسكريبشن، في اليو ار ال تبع الخبر، في الصورة تبعت الخبر، هذه جميعها بدنا ناخذها وندخلها في قالب احنا نكون مسويينه في الابليكيشن اللي إلنا. برضو احيانا الاخبار بتكون قليلة او كثيرة، فبالتالي في هذه الحالة بنسوي قالب لخبر واحد، يعني هذا عبارة عن خبر واحد، تمام؟ وهذا عبارة عن خبر واحد، لاحظوا نفس العناوين، اوثر، تايتل، ديسكريبشن، يو ار ال، يو ار ال ايمج، ببلش، هذا تاريخ النشر. فبالتالي في هذه الحالة احنا بنسوي قالب، وهذا القالب عن طريق الفور لوب بنخليه يدخل، بندخلهم في الري، وبعدين بنخلي الفور لوب يدخل عليهم ويفصلهم واحد واحد. الفكرة معروفة. طيب خلينا نيجي على هذا الموقع. طبعا هذا الموقع اسمه openweathermap.org. هذا الموقع بيعطيك خرائط الطقس، بيعطيك تفاصيل الطقس وتحديثات الطقس. من بين خدماته بيعطيك اي بي اي مجاني، بحيث انه انت تحصل على خدمة الطقس وتضيفها على الابليكيشن اللي الك. لو جينا هون عند الكرنت ويذر داتا وجينا عند الاي بي اي دوكيومنتيشن، طبعا اكيد الدوكيومنتيشن مهم جدا علشان تستطيع تعرف كيف تركب الاي بي اي عندك على الابليكيشن. لاحظوا معي هون يعني مختصر هذه الصفحة بيحكي لك انه بيعطيك عدة عناوين، من خلال هذه العناوين انت بتستطيع تتحكم في البيانات اللي بيانات الطقس اللي بدك تحصل عليها. يعني مثلا هون بيجي بقول لك اذا بدك الطقس بناء على اسم المدينة سيتي نيم، بتضيف هون بدل هذول الاكواس اسم المدينة، وطبعا اكيد لازم تكون مسجل في هذا الموقع، انا مسجل، التسجيل بسيط جدا علشان هون يعطيك الكي الخاص فيك اللي من خلاله انت تستطيع تدخل على سيرفراتهم تحصل على البيانات. يعني ضغطنا هون على الاي بي اي كي، لاحظوا معي انه هون اعطاني كي معين، من خلال هذا الكي طبعا بامكانك تحصل على غيره لعدة ابليكيشنز، من خلال هذا الكي انا بستطيع ادخل على سيرفرهم احصل على المعلومات المحددة من خلال هذا العنوان. يعني مثلا هون لو ضفنا هذا العنوان بقول لك بامكانك تحكي اسم المدينة والستيت كود، هون مثلا اضافة الهن الكنتري كود، هون امثلة، طبعا هذول امثلة على الحكي اللي حكيناه قبل او اللي عرضه هو قبل. هون مثلا السيتي اي دي، طب شو السيتي اي دي هاي؟ ما هو بقول لك في لكل مدينة اي دي، طب وهذا الاي دي عالمي؟ لا، بقول لك مش عالمي، هي بيحكي لك هون اذا بدك تحصل على الاي دي روح على الملفات، في ملف اسمه سيتي دوت ليست دوت جيسون دوت جي زد او جي زد، وبتلاقي التفاصيل في داخله. طب لو جينا مثلا ضغطنا هون بتلاحظ هون في موجود عندنا ملفات، لو جينا على الملف اللي هو حكينا عنه وعملنا له داونلود بنلاحظ في داخل الملف موجود الاي ديز الخاصه بالمدن واسماء المدن. يعني مثلا انا ممكن لما بدي اضيف هون اسم المدينه بعد حد كيو السيتي نيم، طبعا كيو هي كانتري اظن ما قصدهم فيها، وكانتري يعني دوله، بس خلص يعني خلص اللي صمم الاي بي اي هيك اجتهد، تمام؟ فبالتالي فيش شيء اسمه ستاندرد. طيب هون السيتي نيم بنضيف اسم المدينه حسب السبيلنج اللي كاتبها كاتب البرنامج، مش حسب ما انا حافظه. يعني والله انا مثلا حافظ كلمه عمان اي دبل ام اي ان، صح؟ ممكن مثلا هو مش دبل ان، وحده ان او تريبل ان، تمام؟ فبالتالي انا بدي اشوف كيف هو كاتبهن علشان استطيع اني اكتبهن في هذا المكان. طبعا هو بيعطيك خيارات كثيره، يعني ممكن مثلا انه بيعطيك من خلال خطوط الطول وخطوط العرض، لاحظوا هون خطوط الطول وخطوط العرض، وهي من خلالها ممكن ان احنا نعبي خطوط الطول وخطوط العرض علشان يجيل على منطقة معينة وهذه المنطقة يعطينا تفاصيل الطقس فيها. ممكن المستخدم يعبي خطوط الطول وخطوط العرض، وممكن الجوال نفسه يعبي خطوط الطول وخطوط العرض. طب كيف بدي اعبيهن الجوال؟ عن طريق أداة موجودة عند السنسورز حكينا عنها قبل، الأداة اسمها لوكيشن سنسور.
طبعا يعني ملاحظ على الهامش اللوكيشن سنسور في منطقة اللي أنا فيها مش دائما بتجاوب، بعرف مناطق ثانية لأني جربتها كثير على أكثر من جهاز. يعني امبارح مثلا جربتها في أبليكيشن زبطت، في أبليكيشن ثانيات بتعلق. أنا حكيت مع شباب برضو في مناطق ثانية قالوا لي إنه هذا بتعلق معاهم. هسا فكرة اللوكيشن سنسور اللي هي أنت مباشرة لحاله الجوال بتعرف على خطوط الطول وخطوط العرض وبيعطيك إياها، يعني بترجع لك تفاصيل الموقع. هذه هي الفكرة، بترجع لك تفاصيل الموقع اللي أنت فيه، تمام؟ فبالتالي هون من خلال خطوط الطول وخطوط العرض. طيب، طب هذا العنوان، هذا العنوان كيف احنا بدنا نضيفه؟ يعني هذا العنوان فيه معلومات متقطعة أو متغيرة، وهذه المعلومات ممكن مثلا هاي المعلومة بده يدخلها المستخدم، وهي المعلومة بده يدخلها المستخدم، وهي المعلومة أنت بدك تدخلها. فبالتالي كيف بدك تقسم هذا العنوان تعطي مجال للمستخدم يدخل هون بعدين تكمل كتابة العنوان؟ أكيد أنتو يعني هاي الفكرة باصمينها عن طريق جوين. يعني بنيجي هون عن طريق جوين من التكست وبنجيب جوين، وبعدين من عند الجوين اول اشي بنجيب المقطع الاول من العنوان اللي هو المقطع الاول لعند هون. يعني بنضيف هذا المقطع الاول. المقطع الثاني طبعا راح يكون ايش؟ راح يكون قيمة بدخلها المستخدم اللي هي خطوط الطول، او مثلا بنحصل عليها هذه القيمة من اللوكيشن سنسور. فبالتالي راح نيجي هون عند اللوكيشن سنسور ونيجي هذه القيمة اللي برجعها اللوكيشن سنسور نضيفها هون، او مثلا تكست بوكس دوت تكست ونضيفها هون، وبعدين بنضيف كمان سترينج. ومعروف انه الجوين بالاخير بجمعهم جنب بعض وبحولهم لجملة واحدة. وصلت الفكرة؟ معروفة صحيح؟ طيب خلينا بلا طول سيري نيجي نسوي مثلا عنوان معين. لو نيجي مثلا حسب المدينة، طبعا انت فصل مثل ما بدك، خلينا هون حسب المدينة هنعمل كوبي لهذا العنوان. وبعدين لو جينا مثلا ضفنا هذا العنوان في هذا المكان، طبعا اكيد بده من عندنا السيتي نيم. السيتي نيم خليها مثلا عمان او لندن او اي شيء، خلينا لندن مثلا. والاي بي اي كي، الاي بي اي كي هو اصلا معطيني اياها، هي موجود هون، هذا خاص فيه وانت بتاخذ واحد خاص فيك. بنيجي هون بنلصقه من باب التأكد، هاي بنيجي بنعمل له نسخ وبنضيفه في هذا المكان، نعمل له لصق نشوف اذا زبط ولا لا. 100% هذا عنوان الاي بي اي زبط معانا. الان علشان نستطيع نتعامل مع الكود او نفهمه او نفصله، بنيجي زي ما جينا سابقا على الجيسون فيور. على فكرة في فيورز كثير على الانترنت مثل هذا واحلى منه، انتوا دوروا على جيسون فيور بتلاقي يعني على الانترنت في الصفحة الاولى بجوجل. هاي جينا عملنا له لصق، بعدين جينا عملنا له فورمات. فبالتالي احنا استطعنا انه نستوعب فكرة الكود. الكود بسيط جدا، ابسط من الكود الخاص في الاي بي اي نيوز، تمام؟ لاحظوا معاي عبارة عن عدة كيانات. يعني لو جينا هون مثلا على نفس الموقع وجينا عند فيور، طبعا عند الانترنت بطيء فبالتالي ببطء بحمل الامور. طيب خلينا نصبر شوي بس قبل ما الانترنت يتفعل شوية، تمام؟ هاي عرضة. لاحظوا معي انه موجود عندي هون عدة كيانات. يعني هذا الكيان بتكون، اتفقنا، من كي وفاليو، كي وفاليو، خطوط الطول وخطوط العرض، برجع لك اياهن للندن. طبعا انا طلبت لندن. برضو هون الويذر، طبعا هون بيعطيك الاي دي للمنطقه، هون بيعطيك الغائم الحالي، ديسكريبشن مثلا بروكن كلاودز، يعني غائم جزئيا اظن هيك معناها. هون بيعطيك الايقونه تبعت الحاله. شو يعني الايقونه تبعت الحاله؟ طبعا برجع لك صوره. احنا بناخذ هذه ما بناخذ القيمه، القيمه هاي متغيره، فبالتالي احنا ما بناخذ القيمه، احنا بناخذ العنوان وهو بيعبي القيمة. يعني هاي بضلها تتحدث، يعني ممكن الآن وإحنا نحكي تتغير هاي القيم، تمام؟ فإحنا بناخذ كلمة أيكون اللي هي بترجع لي الأيقونة الخاصة بالوضع الحالي. طب شو هي الأيقونة الخاصة؟ يعني مثلا لو كان ماطر بجيب لك صورة غيمة بتمطر، لو كان مشمس بجيب لك صورة شمس. هذه هي الفكرة. يعني مثلا هنا عندنا موجود كيان اسمه مين، وبرجع لي التمب الحرارة، طبعا مش في السيليسوس الماحظين، بنظام آخر. برجع لي مثلا التمبريتشر من وماك.
السي ليفل، هون مثلا الرياح، سرعة الرياح وهكذا. طيب خلينا نروح على الكوديولر. طبعا الآن في الكوديولر راح يلزمني أكيد، هاي ما بدنا إياها لوكيشن سنسور، راح يلزمنا أداة الجيسون تولز. طبعا أداة الجيسون تولز مش هي لحالها، يعني في داخل البرنامج أدوات ولبنات بيحققن هذه الفكرة، ولكن أنا عاجبني لأنه مختصرة وسريعة. أصلا الجيسون تولز كانت موجودة في الكوديولر وبعدين ألغوها كأداة وفرقوا لبناتها على أكثر من منطقة، وبرضه موجود على الإنترنت أدوات ثانية زي فكرة الجيسون تولز، بس يعني مش عارف أنا هذا عاجبتني. طيب ورح يلزمنا أداة الويب. طبعا ليش أداة الويب؟ أداة الويب علشان تتصل بالصفحة اللي بتحتوي على البيانات. طبعا أداة الويب بنضيف عليها عنوان الصفحة اللي بتحتوي على البيانات. وخلينا نيجي هون عند البلوكس، نيجي نحكي بدنا حدث معين، خلينا نقول وين سكرين دوت انشالايز او انشالايز، هي فعليا مش انشالايز، مشوها مش مشكلة. بنيجي هون عند الويب وبنيجي بنحكي له اجلب لي الصفحة الفلانية اللي بتحتوي على البيانات، فبالتالي ويب دوت يو ار ال. وبنيجي هون على التكست بنضيف هذا التكست. طبعا ممكن انك تقسمها عن طريق خطوط الطول، خطوط العرض، اللي بدك اياها، المنطقة، يدخل المستخدم المنطقة، يدخل المستخدم يختار المنطقة عن طريق اداة السبينر، باي طريقة بدك اياها. تمام، خلينا نيجي هون ناخذ العنوان اللي احنا سويناه، هذا العنوان اللي بدنا اياه وبنضيفه هون. طبعا على فكرة يعني العنوان مش شرط لندن، يعني مثلا لو ضفنا هون عمان، هاي عمان شوف بزبط، هاي زبط، وهاي حكي لي هون انه الكنتري جوردن، اصل انه يكتبها هاي عمان، هاي الاي دي تبعتها مش كاتب الكنتري. تمام، وتقدر تغير المنطقة مثل ما بدك حسب أي طريقة. طيب خلينا نيجي نشتغل هون ونبلش نحلل. طبعا أول إشي قبل ما إننا ننتقل للبيانات الخاصة بالجيسون، لازم نيجي على الويب ونقول له get web dot get، فبالتالي روح لي على هذه الصفحة واجلب لي إياها. طيب ويب دوت جيت اكيد بيجي معاها دائما جوت فايل او جوت تكست، احنا بما اننا بنجيب نصوص فبالتالي جوت تكست، وبعدين ريسبونس كونتنت. الان هذه الصفحه معلومات هذه الصفحه، ورحنا معلومات هذه الصفحه، لاحظين هون كانتري جوردن، هلا كنت تدور عليها معلومات هذه الصفحه، البيانات هاي الموجوده هون جميعها انتقلت في هذا المكان في هذا المتغير، فبالتالي لو ضفنا هون ليبل ايش راح يظهر لي، وربطناها مع الريسبونس كونتنت راح يظهر لي هذه البيانات الموجوده. ولكن انا ما بدي هذه البيانات الموجوده، انا بدي يعرض لي يعني يعرض لي بيانات محدده تكون لائقه ومناسبه علشان المستخدم يفهمها ويستطيع يتفاهم معها. يعني انت كمبرمج فاهم هذا الحكي، بس المستخدم مش فاهم هذا الحكي، المستخدم بده واجهات وبده صور وبده امر يستطيع يتفاهم معها. طيب فبالتالي في هذه الحاله احنا رح نلجأ للجيسون تولز. خلينا نتذكر انه الجيسون تولز عباره عن اداه بتحتوي على دوال، هذول الدوال بيدخل على هذا الكود وبيفهم منه، بيفهم من شو يعني اوبجكت، بيفهم من شو يعني قيمه وكي وفاليو، فانت بتعطيه الكي هو برجع لك الفاليو حسب الفاليو ما بتتغير من عند المصدر. فبالتالي اول اشي رح نيجي كول بارسل جيسون، ثم نيجي بنربط فيها القيم، هيك احنا دخلناها على هذه الاداه. انا في المره الماضيه اعطيتكم طريقه، في هذه المره بدي اعطيكم طريقه ثانيه في التعامل مع كود الجيسون عن طريق هذه الأداة اللي هي الجيسون تولز. الآن موجود عندنا هنا لاحظين عدة عناوين رئيسية، موجود عندنا الكورد، الويذر، المين، الوايند، الكلاودز، السيستم. تمام، فهذه العناوين الرئيسية بنستدعيهن عنوان عنوان وبعدين بندخل عليهم، غير الطريقة اللي حكيت عنها المرة الماضية. طب كيف بدنا نستدعيهم عنوان عنوان؟ كل مرة كل ما بدنا نستدعي عنوان
نطلب هاي الدالة في شكلها الحالي، بنرد نطلب هذه الدالة، بس ايش بنضيف عليها؟ نيجي هون بنضيف عليها get، مش get integer، get string، get string value و attribute name، تمام؟ وبنضيف عنوان، العنوان الرئيسي، عنوان الاتريبيوت، تمام؟ عندنا هون مثلا اول عنوان رئيسي بدنا اياه اللي هو الويذر، فبنيجي بنحكي له ويذر، هاي ويذر، تمام؟ وبعدين بندخل على ويذر وبنفوت على البيانات اللي موجوده في داخله، يعني مثلا احنا بدنا الديسكريبشن، هاي الديسكريبشن اللي هي الديسكريبشن شو راح ترجع لي؟ راح ترجع لي غيوم غائم جزئيا او بروكن كلاود، ايش ما هو. فخلينا الان كمان مره نيجي هون عند كول جيت سترينج فاليو، ولكن الفاليو اللي في داخل الوذر اللي الان بدنا نطلبها اللي هي الديسكريبشن. طب الديسكريبشن وين بدنا نظهره؟ فبالتالي هون بنيجي على الديزاين، وخلينا مثلا نضيف لنا كم ليبل علشان نظهر فيهن القيم. فلو كان عندنا موجود هذه ليبل، ليبل 3 4 مثلا، ولو كان عندنا موجود ايمج، هسه بحكي لكم ليش الايمج، خليها مثلا الايمج اول وحده، وبعدين هاي الايمج خليها مثلا 100 في 100، طبعا 100 في 100 كثير كبير، بس يعني عشان توضح الفكره، بس هاي 100 في 100. وهسه بنيجي هون نحكي له اظهر لي ديسكريبشن على الليبل 1 مثلا، نيجي نحكي له ست ليبل 1 دوت تكست واظهر لي الديسكريبشن، خلينا نشوف شغلنا صح ولا لا. طبعا لو علق بيكون لانه الانترنت بطيء، يعني ان شاء الله انه شغلنا صح. خلينا نيجي نشوف، ملاحظين بروكن كلاودز، يعني نقل لي الجمله. طبعا واحنا بنشتغل ممكن لو تغير الطقس هي راح تتغير، خلص انت الان ربطتها، تمام. طيب بدنا ناخذ كمان معلومه من هذا العنوان الرئيسي اللي هو وذر، مثلا بدنا ناخذ الايكون. انتبهوا معي بس الايكون كيف بدنا نحصل عليها. اذا انت كريت التوتوريال وتبعت عليهم بيجي بيحكي لك الايكون في لها طريقه انك تحصل عليها. اول شيء بتيجي بتربطها مع اداه يظهر عليها الصوره، صحيح؟ هاي جينا هون ربطناها مع اداه. ثم هذا العنوان بيحتوي من عده مقاطع، فبالتالي احنا راح يلزمنا الجوين، هاي الجوين ثلاث سترينجز. طبعا هذه اسمها ايكون، صح؟ اسمها ايكون. فبالتالي راح نيجي هون دوبليكيت نحكي له اجلب لي الايكون. طب ليش انا عملت هيك؟ لانه فيش بجيبش جمله محدده او قيمه تابعه لجمله الا من خلال هذا الدال، تمام. ثم في هذا المكان الامتداد اللي إلها دوت بي ان جي، طبعا ممكن نكتبها هون ايكون دوت بي ان جي، لا مش ممكن، الافضل هيك نعملها دوت بي ان جي، يعني يجلب الايكون لحال ك كي موجوده هناك، الكي اسمها ايكون مش دوت بي ان جي، فبالتالي دوت بي ان جي راح تكون لوحدها، تمام. ثم هون بيلزم ان نكتب هذا العنوان، العنوان اللي هو اتش تي تي بي نقطتين دبل سلاش وبعدين اوبن وذر ماب دوت اورج بعدين سلاش وبعدين اي ام جي بعدين سلاش وبعدين دبليو وبعدين سلاش، تمام. الان بعد السلاش بتيجي الايكون دوت بي ان جي، تمام. طبعا الايكون متغير، فبالتالي كل مره بيرجع لنا ايكون لحال، تمام. يعني هاي ايكون ترمز لهذا كي، فبالتالي لو كتبنا هيك ايكون لحالها فيش اشي اسمه ايكون دوت بي ان جي، في كي اسمها ايكون راح يجي بدل هاي الجمله كل مره. تعالوا اورجيكم هاي الايكون، هذا الكي كل مره بتتغير هاي الفاليو اللي هي 04n، تمام. يعني لو جينا كتبنا 04n بتزبط بدون ما نكتب جيت سترينج فاليو، بجلبها مباشره، بس احنا بدنا الايكون لانه كل مره بتغير الطقس، فبالتالي كل مره هذا الرمز بتغير، رمز الايكون كل مره بتغير. ان شاء الله تكون وضحت الفكره. فعشان هيك بنكتب الكي لانها الفاليو كل مره بتتغير، فبالتالي كل ما تغير الطقس الصوره بتغير، فبالتالي الفاليو بتتغير، تمام. فعشان هيك لازم الايكون على شكل كي، انه
الكل اسمه ايكون، رجع لي بدل هذه الجملة القيمة اللي موجودة فيها، فهذه الجملة بتعني فور زيرو فور ان. وضحت ان شاء الله. فبنرجع هيك، نيجي هيك نعمل ريفرش ان شاء الله انها تزبط معانا. زبطت، لاحظتوا انه الايكون اتغيرت والقيمة اتغيرت. هسا واحنا بنصور الفيديو ان شاء الله يصير اي تغيير معين للخير طبعا، فراح تلاحظوا كيف الايكون والقيم راح تضلها تتغير، او انت جربها. طيب نيجي هون مثلا بدنا وذر، خلصنا بدناش منها اشي. في عندنا هون عنوان رئيسي ثاني اسمه مين، صح؟ فبالتالي شو بدنا نعمل؟ هاي دبليكيت وهاي دبليكيت. بدنا ندخل الان على مين، فبنيجي نكتب هون مين. الان المين بترجع لي عدة قيم، مثلا احنا بدنا ناخذ منها التمب مثلا، وبدنا ناخذ منها اي قيمة ثانية. خلينا نيجي نعمل ل ليبل 2 مثلا او ليبل 3. هاي بدنا على ليبل 2 تظهر التمب، وخلينا مثلا نيجي على الليبل 3 في اشي اسمه الماكس تمب. هسه متأكد برضو ماكس تمب، لا تمب ماكس نكتبها. طيب تمام. مثلا لو بدنا كمان نفوت على كمان قيمة فرعية ثانية أو عنوان فرعي، لو جينا مثلا على wind وبعدين على speed، هاي هون wind وهذه هون، نجي نحكي له اعطيني سبيد. طب احنا ليش سبيد ما نضيفها هون؟ لو ضفناها هون بكتب لي سبيد على ليبل 3، بس هاي السبيد بنربطها مع هذه الداله، فبالتالي بروح بجيب لي هذه كي الفاليو التابعة على سبيد اللي بتضلها تتغير على طول. تمام، هذه هي. طيب لو جينا هسه عملنا ريفرش وجينا فحصنا البرنامج، لاحظوا معاي هاي القيمة أخذها، هاي القيمة أخذها، هاي القيمة على الليبل 4 غلطتنا، عشان هيك ما أخذهاش. عملنا ريفرش احنا، هي القصة قصة انترنت مش قصة اشي تاني يعني. هسا بتشتغل. طيب قبل ما تشتغل انت بعدين بتيجي هون وبتيجي بتختار القيم اللي بدك اياها وبتضيفها مثل ما بدك. خلينا نيجي هون على الديزاين، انترنت سيء جدا وضعه. وقبل ما اني نيجي على الديزاين يعني زبط وضع الانترنت، لاحظوا معي انه ايش اعتمد جميع القيم واظهرها، بس يعني بلزم هون في الديزاين اني انا ارتب المنظر. يعني باجي هون مثلا على السكرين بغير مثلا الباك جراوند كلر، او مثلا انا بحط باك جراوند ايمج. انت الامور الجماليه يعني راح احكي عنها، بس يعني مشتغلين ومشتغلين، خلينا نشتغل اشي مرتب. مثلا لو كان الباك جراوند كلر هيك، مثلا هذا الايمج لو ضفناها في داخل، مثلا جينا على الجنرال هون وعلى الفيو كارد وضفنا هذا الايمج في داخل الكارد فيو، هي اسمها كارد فيو مش فيو كارد. مثلا لو جينا هون على هوريزنتال ارينجمنت وفي داخل هذا الهوريزنتال ارينجمنت ضفنا مثلا ثنتين كارد فيو، وفي داخل كل واحدة فيهن هوريزنتال لازم يقبل ثنتين. طيب مش مشكلة، هاي بنضيف هون كارد فيو بنضيف فيها قيمة، وهاي القيمة بنضيفها في كارد فيو. ممكن مثلا هاي القيمة، القيمة الثانية اللي هي عبارة عن الليبل 2 اللي هي عبارة عن التمب، مثلا باجي بكتب جنبها ليبل تمب از، يعني من باب لاحظين كيف صار الوضع احلى وارتب. تمام، وانت بتضيف وبترتب مثل ما بدك. ان شاء الله انه تكون استفدتوا من هذا الدرس، علشان الدرس الجاي ان شاء الله نبني شغلنا اللي إلنا، يعني ما نجيب الشغل للآخرين. هذا ممكن نستفيد من اشغال الآخرين، ولكن احنا بدنا نشتغل الشغل اللي إلنا اللي بخصنا. الله يعطيكم الف عافية.